أن الدخول يعني لا 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 لم أكن أريد الدخول مثل دخول ربح كبير. ف لماذا سيدي احمد شوشان؟ يعني ايش يعني يعني في الحقيقه الاخ هل تظنون ان الدخول ربح كبير لا يجدي نفعا في الازمه الجزائريه؟ لم يجدي، الواقع يؤكد ذلك، ولا اعتقد ان الاخ ربح كبير يقول لك بان الدخول يغير في الامر شيء، بل بالعكس اعطى الانطباع بان السلطه مسقمه والسلام. هل وضعتم شروطا للدخول الى الجزائر سيدي احمد شوشان؟ انا ليس عندي شرط شخصي، أنا ليس عندي شرط شخصي، لكن شروطي هي أن أرى ما دام ما شفتش المجرمين الذين أعرفهم أنا. أنا ما يقدرش يهفني، المشكلة هي ممكن يهفوا إنسان يدي في المعلومات من الجرائد. أنا نعرف الناس، المجرمين نعرفهم، لكن وبالتالي ما دام سبق المجرمين قلت لنا سيدي أحمد شوشان أن المجرمين لم يبقى منهم حد، وان لا السيد رئيس بوتفليقه لقد اسمع لي المجرمين انت لك من جيت تبعهم راهم يبداوا من وزير الدفاع الى اخر عساس الى اخر جندي في في, في مركز التعذيب، راهم يعدوا بمئات الالاف، واللي كان جندي في اللي كان ملازم في سنه 1992 الان راه على الاقل عقيد. وبالتالي صحيح الناس اللي كانوا مسؤولين نزار والعماري وجني وحات وتواتي وغيرهم هذا المجرمين الكبار هذو راحوا صحيح ولم يبقى لهم تأثير على المؤسسة العسكرية، ولكن الجيل الذي تركوا بعدهم كاين، هناك ناس الآن هم راهم جنرالات وألوية هم كانوا يعذبوا في الناس بأيديهم، إذن ومسؤولين على مراكز تعذيب هم إلى حد الآن في مواقع نفوذ. فنحن من هم هؤلاء الضباط لكي يعرفهم الناس سيدي الكريم؟ الناس لن يفعلوا شيء بمعرفة هؤلاء. يكفيك أن الناس اللي نعرفوهم ما فعلوا لهم ولو، هاو نزار خالد يدور وهاو العمار يدور والجماعة كاميرا تدور وعندهم جزائري يخدموا معاهم وجاو حتى لفرنسا شهدوا معاهم. فإذا قصة احنا نقولوهم ونحاسبوهم، نحن لا نؤمن هؤلاء الناس أجرموا في حق المواطنين ولازم يتحاسبوا. سيدي أحمد شوشان كلامك هذا يضرب بقانون الوئام الوطني عرض الحائط. شوف مليح نقول لك حاجة، نحن أنا يا واحد من الناس أثمن كل عمل فيه عدل وفيه مصلحة وفيه خدمة للشعب الجزائري حتى ولو جاء من أكبر مجرم في الأرض، ولكنني لن أقبل ولن أبارك أي جزء ولو بسيط من الإجرام داخل أي عمل صالح. ما يجيش يدير لي وئام يمنى يحقق به شيء إيجابي يعني وزنه كيلوغرام باش واش باش يكرس 10 كيلو نتاع فساد. فنحن ما جاء به الوئام من خير للشعب الجزائري نحن نثمنه ونحمد الله عليه قبل أن نشكر العباد، ولكن المفاسد اللي جاء بها الوئام نحن نردها ولا نعترف بها ولن يستطيع أن يفرضها علينا لا باسم القوانين ولا باسم شيء. نحن نريد لبلادنا مصالحة حقيقية ترد اعتبار للمواطنين الشرطاء وتحاسب الناس المجرمين، أقل ما يمكن أن يحصل لهم هم أنهم يتحاسبوا قبل أن يتخذ قرار العفو عنهم أو شيء من هذا القبيل إذا حبت الناس إذا حب الضحايا. أما أن نقول جي حتى 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 أنا أعتقد حتى بوتفليقة راه نادم على هذاك، لأنه هو أصلا من اللي وقع لهم هذاك الوئام أرادوا أن يتخلصوا منه، فقط عمل لهم شباب الجحا فقط، وإلى حد الآن هم فقط طوال عمره هم ماذا بهم يموت اليوم قبل غد، لأن وظيفته كانت هي باش يمسح الجريمة التي قاموا بها. تظنون سيدي أحمد شوشان أن الوئام أنا لست ضده، أنا كتبت رسالة لرئيس الجمهورية بمناسبة هذا الوئام وثمنت فيه الشيء الإيجابي، لكن الشيء السلبي أنا رفضته وما زلت أرفضه ولن أعترف به مهما كانت الظروف. ما هي علاقة الرئيس الحالي سيد بوتفليقة مع المخابرات وأجهزة الأمن والجيش الجزائري سيد أحمد شوشان؟
علاقة البوتفليقة هي علاقة أي إنسان يستأجر جهاز المخابرات والقيادة العسكرية للقيام بوظيفة الرئيس. معروف أن الرؤساء بعد نقول يعني في أقبح الأحوال بعد الشاذلي، حتى لا أقول بعد بومدين فقط، لأن الشاذلي في البداية كان عنده نفوذ يعني بحكم ثقله العسكري وبحكم تجربته وتاريخه وكلش كانت عنده نوع من القوة في البداية، مع الأسف لم يستثمرها في الإطار الصحيح. لكن بعد إقالة الشاذلي لم يأتي أي رئيس إلا في إطار الاستئجار، جاءوا مستأجرين ليقوموا بمهام محددة. السيد بوتفليقة جاء في هذا الإطار، جابوه في إطار صفقة. ربما هو كان عنده مشروع للانقلاب عليهم لكن حاول ولم يستطع، ففي النهاية مؤخرا خلاص يعني ألقى المنشفة وانتهى أمره يعني. فهو الآن يشتغل مثل ما كان يشتغل علي كافي والجماعة اللي جابوهم من بعد يعني. يعني هو راه يقوم بما تملي عليه القيادة العسكرية. سيد أحمد شوشان، الكثير من متتبعي الأمر الجزائري يعني كثب يرون بأن الجنرالات الجديدة أكثر إجراما وخبثا من الجنرالات السابقة. الناس لو يتكلموا عن الجنرالات، لكن لو كان نقول لهم تقدروا تفرزوهم تعرفوهم ما تلقاش اللي يجاوبك. أنا أتكلم لك يعني كلام الإنسان اللي يعرف. في الجنرالات هذو كاين ناس مجرمين لا يمكن قبولهم اصلا، لا يمكن قبولهم. من هم هؤلاء الجنرالات سيدي الكريم؟ مثلا الجنرالات اللي هم موجودين الان في الصف الاول والثاني من جهاز المخابرات، يعني الرؤوس الالوياء والعمداء، هذو ما فيهمش يعني، هذو ما لازمش. من هم سيدي الكريم؟ والله ذكر الاسماء قلت لك لا يفيد، لكن احنا ذكرنا بعض منهم. هذا مثلا تذكر الخبيث بخبثه ليعرفه الناس. ايه ليعرفه الناس عندما يكون الناس يعني يعرفون الخبيث ليقتصوا منه او ليأمروه بمعروف او ينكروا عليه منكر. اما كان عدو غين الدول في الاسماء بدون فائده في الحقيقه، احنا ننبه الناس ونعطيهم اشارات. كيف تمت الترقيات سيدي احمد؟ الترقيات في السنوات الماضية، ليست هذه السنة، كانت تقوم على الحقيقة على الكفاءة المهنية، لأن القيادة العسكرية كانت تحتاج ناس ميدانيين يعني للقيام بعمل عسكري ميداني. طبعا الجانب الثاني يؤخذ بعين الاعتبار اللي هو جانب معاداة الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي والتوجه الإسلامي، تهميش الناس المعربين وتقديم الناس المفرنصين. هذه هي عوامل كانت عندها دور، ولكن العمل العنصر الأساسي كان يعتمد على الكفاءة. هنا واش يحصل أن أغلبية الناس اللي كانت كفاءتهم تظهر في الميدان هم الناس المجرمين، لأن الناس اللي الناس الملاح كما نقولوا حتى ولو كانت عندهم كفاءة لم يكونوا يريدوا أن يظهروها في الشعب وفي ملاحقة المواطنين. نعم. وبالتالي أصبح الناس الخيرين في الحقيقة رغم كفاءتهم في الصفوف المتأخرة. لكن مع ذلك أنا أعرف مجموعة من الجنرالات الآن والألوية، يعني أنا لا أقول بأنهم أبرياء من كل شيء، ولكن أنا أعتقد بأنهم يمكن أن يؤسسوا، ما دام كنت سترث يعني الجيش الوطني الشعبي الآن راه فايت المليون يعني. نعم. وإمكانياته راه ربي وحده اللي عالم بها، وبالتالي أنت كي 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 عندما ترث مؤسسة من هذا القبيل لازم لك ناس يكونوا يعرفوها. طبعا. فأنت إيش تعمل؟ تحتاج ناس ما يكونوش مجرمين بالطبيعة، ما يكونوش ما عندهم عداء تقليدي للهوية الوطنية، للإسلام، للمسلمين، للعروبة الجزائر، يعني يكونوا ما فيهمش الآفات الخطيرة التي يعني تبقى وتدوم المزمنة، مثل الحقد التقليدي والبغض التقليدي لكل مقومات الهوية الوطنية للشعب الجزائري. لكن
مجموعة لا بأس بها كما قلت. احنا معنا ما عنديش مشكلة في ذكر أسماء، ولكن ما لا أريد أن يعني أن أنزل المستوى إلى الكلام عن أسماء. جميل سيدي أحمد شوشن، لكن الجنرالات المعروفة